خمس خمسة يعطي خمسة شوف تاع الفاسيليتي يعطيك واحد 25 مليون مفتاح لك بواحد يقلع لك واحد زوج مليون صحيح الرياض يا راه قالك نقصوا السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا يمسيكم بالخير والعافيه عمكم الاخضر راكم عييتوه في التليفون عمكم الاخضر يا مرحبا والله قال هذه والله ادخل خمسة وأربعين حتى عطاوني وضربني زيد شوية وروحت زيد شوية وروحت هذي واحد شوف واحد نص ساعة واحد نص ساعة وعندك معليش أنا فاهم قاعد لا نورمال مش قاعد وعليكم السلام قال لك ناس طارف ربي يحفظكم ان شاء الله قال لك راد ردوا عليا في التليفون راه عاد شهر وانا عنده شهر هو يهضر عيط لنا وما حكمناش يا صديقي العزيز احنا نوامر رانا مطلعينهم في الـ في الـ في الفيسبوك رانا مطلعينهم في الفيسبوك معليش ذاك احنا نقولوا غا كلمتين زينين باه نفهموا قال الناس برك نفهموا الناس واحد الكلمات وبعد هنا نبداو في اللايف ونبداو نهضروا مع الناس الدوسي تاع التقسيط رانا مطلعينه في الفيسبوك ادخلوا للصفحه تاعنا تاع سوق السيارات اقل من 20 مليون رانا مطلعين الدوسي تاع الفاسيليتي هذه وحده مطلعين النوامر الارقام تاع الاخضر ونتاع المختار ونتاع يحيى ونتاع ينا رانا مطلعينه في الفيسبوك هذو النوامر في ربعه رانا مطلعينه وتفرجوا الفيديوهات يا جماعه الخير حنايا فيديو كي نقولوا كروسه فيها البنتوره معناتها فيها البنتوره كي نقولوا كروسه ما هضرناش على البنتوره معناها ما فيهاش مش ما فيهاش معناتها يا ودي مولاها ما قالناش ولا كروسه نطلعوا الرقم تاع الهاتف تاع مولاها مثلا سياره طلعوا كيما الكروز هذيك الكروز حنا ما سوقناها ما سيناها ما شفناها جات السيد من بسكره جابها لنا عندنا واش فيها سبيقه ولا ما فيهاش حنا طلعنا الرقم تاع مولاها معناتها تعيطوا للسيد اي سياره نطلعوا رقم مولاها عيطوا حنا قضيتنا صح نرجعوا للتقسيط التقسيط راه كاين الناس راه مش فاهمين التقسيط بالك نحكوا لكم على التقسيط يا جماعه الخير رانا دايرين بالك واحد 20 فيديو قاع التقسيط راه في اليوتيوب ادخلوا لليوتيوب تلقاو التقسيط جيبوا لنا الدوسي اتراطروا قرعه قزوز والله طفلها القرعه قزوز الاخر عمك الاخضر قريعه تاع قزوز بارده هات له بات نحلو على الدخان المخلوق راه مصبحت لي وخوستي ما رانا مزال مجمع. يا جماعة هذاك شوية هاك نطلع لكم واحد الفيديو اللي ما يتفرجش الفيديو هذاك عمره ما يتفرج. عمكم الأخضر راه كان في مدينة الألعاب تاع عين وسارة في الخارجة الجنوبية ذاك ذاك أنا نرجعوا للتقسيط ما تقلقوش. يا وريحة تاع شو شو الحاجة اللي عم دير؟ اتراك اش حاجة حرقت ولا شو؟ قلت لكم التقسيط يا جماعة الخير التقسيط. راكم تجيبوا لنا الدوسي الدوسي هذاك حنايا رانا ندوه لجماعه الكتروميناجي ندوه لجماعه الكتروميناجي هما اللي خرجوا به سلعه دوسيك وجاب دوسيك نعطوك كروسه مثلا هذاك الدوسي كي تجيبوا لعندي وندوه لجماعه الفاسيليتي جماعه الكتروميناجي علاه ندوه لجماعه الكتروميناجي كان يقول لك يا ودي ناس كان يقول لك يا ودي علاه تديه للكتروميناجي ندوه للكتروميناجي باه تضمن حقك وحنا نضمنوا حقنا والسياره نكتبها لك ثم كي تدي الكروسه من عندنا تديها مباريه باسمك صح نرجعوا للدوسي للدوسي تهزوه نهزوا الدوسي ندوه لجماعه الكتروميناجي الكتروميناجي هذاك يعطينا سلعه مثلا سلعه تاع 40 ولا تاع 30 ولا تاع 20 على حساب الدوسي تاعك السلعه هذيك نهزوها حنايا ونعطوك في بلاصتها كروسه معناتها تا هي السياره هذيك نبدلوها لك بالسلعه اللي تخرجها من تاع الكتروميناجي سهله ما انت يا تضمن حقك وحنا نضمن حقنا حبيبي ياك فاهم واش خرجوا الوثائق رانا طلعناها الدوسي رانا مطلعينه في الفيسبوك معناتها دروك كي نكملوا هذا اللايف هذا نعاودوا نطلعوه نبارطاجوه عندكم وتفرجوه في قروطكم وهي فرات قال لك علاه ما تحلش المحل تاع الكتروميناجي احنا ما نحلوش الكتروميناجي علاه ما عندناش ما نحلوه احنا لا حلينا الالكتروميناجي اصبر شوف يا قاده
هذه واصبر واصبر هذه ما نقولها انا جوز اصبر واحد راه دلي واحد التعليق اصبر ما نقولهاش والله ما نقولها ما كانش اصبر المهم ما نقدرش نقولها لك اللي قلت لي على العزوج اللي حكيت لي على العزوج ما نقدرش نقولها الاخضر والله ما نقدر نقولها الاخضر كاع الاخضر كاع دير السيلونس ها هو الاخضر مسكين راهو قاعد ضروك يعيطوا يا جماعه الخير احنا ماذا بكم عيطوا لنا الصباح وحتى للمغرب ياسر ياسر بلي رانا الريف اي على خاطر احنا رانا نردوا على 100 200 300 واحد بصح باش نردوا على 1000 يا ودي احنا رانا حاسنين عاونكم وعلى بالنا راكم بعاد وعلى بالنا بلي يا ودي راه كل واحد حاب يشري وكل واحد راه خاصته سياره وعلى بالي السياره راها ولات ضروريه في الدنيا هذه وحنا يا جماعه الخير والله ما خلف زواه ولا كي حالتكم وحابين نعاونوكم بالكاينه وهذيك راه ربي شاهد عليها نيتنا حنا باه نعاونوكم هذا ما كان حنا نخدموا على رواحنا نسرقوا ربي وشنو هي الكروسه اللي فيها سومه غاليه رانا ما نطلعوهاش شنو ما طلعهاش انا الكروسه تاعي انا ما نطلعهاش بسومه غاليه شفت الافيو هذيك تاع اليوم طلعناها لكم ب 68 وفيها المساعده ونساعدوكم ما فيها والو خاوتي ربي يحفظكم ان شاء الله فهمنا حكايه التقسيط ياك فهمناه خلاص زيد النوامر تاعنا راها في الاخرين راها في الفيسبوك ربي يحفظكم ان شاء الله كاينه حاجه واحده اي واحد يا جماعه الخير عنده سياره حاب يبيعها يهزها يبعثها لعندنا نبيعوها له يحب يجيبها ويدي الوثائق تاعو معاه نهار ما نبيعوها نعيطوا له ويجي باري كارت غريز ويهز دراهمه كيما درنا كاع مع الناس وكيما درنا مع خيوتنا كيما خدمنا مع الناس يحب يجيبها واذا لقى دراهم واجدين نخلصوه زيد المشكل نقول مثلا السلعه تاع التاثير شحال ترد هذيك قال ايه كاين نقطه مازال ما قلناهاش في التقسيط تصبر دقيقه والله يبارك السيارات احنا ما عندناش اقصى حد كما قال لك راه قال لك اقصى حد زعما شحال احنا كروسه تاع 100 مليون قادر 200 مليون نعطيها لك اذا خرجوا لك 200 مليون سلعه نعطيها لك الكروسه تاع 200 مليون خرجوا لك 100 مليون نعطيك 100 خرجوا لك 20 مليون نعطوك 120 مليون السلعه الزياده تاع السلعه كاين ديفيرونس تاع التقسيط هو محسوب عليك مش محسوب عليا انا على خاطر السياره تاع 30 راني انا ما نزيدلكش فيها يحيى السي الاخضر قال لك ربي يحفظك ان شاء الله معناتها يا جماعه الخير السياره تسوى ب 40 مليون بالفاسيليتي نبيعها لك ب 40 مليون سياره تسوى ب 40 مليون بالفاسيليتي نحسبها لك ب 40 مليون مانيش راح نزيد فيك معناتها الالكتروميناجي كي راح يزيد لك في كل 5 ملايين يزيد لك مليون ولا 2 ملايين معناتها هذيك تتحملها مش حنا لا خاطر السياره مش راح نزيد لك فهمتوني وحنا رانا قلنا لكم قابه نضمنوا حقنا وتضمنوا حقكم والبيع والشراء راه برضا يا جماعه الخير يا جماعه الخير راه كاين ناس يجوا لعندنا حنا ويكتبوا لنا في التعليقات ويسبونا في التعليقات نقول لكم السبه تاعها وشن هي دركا نحكي لكم الاسباب تاعها كاين ناس يجوا لعندنا يشتروا في كراس كاين ناس يجوا يشتروا في سيارات من عندنا ايام بعد هذيك كي ما يلقاش كروسه عندي مثلا ما يلقاش الحاجه اللي يحوس عليها يكتب في التعليق بلي احنا عندنا الفيراي وحنا عندنا الخرده وناس ما كذا وما استقبلونا زين يا جماعة الخير أي واحد راه يجي لعندنا يا ودي يسمح لنا بضياف ربي حنا باه ما نلهاش بيك رانا يلقى الأخضر ينور في كروسة يلقى الآخرين يهضر مع شقول ما نهضروا مع واش هكا لا إله إلا الله نحسبها نحسبها كان سيدي أنا بكرت ما بكرتش ما تلقاهاش ربي يحفظكم إن شاء الله وحنا نقدروا نعاونوكم بالكاين باللي نقدروا عليها احنا نيتنا باه نعاونوكم ونخدموا على ارواحنا مرحبا بخويا ما كاش باش نلقاهم وكاين ناس جاونا وشراو من عندنا وقال لك هذا اصبر قال لك هذا الوعد الصادق اصبر شوي قال لك خذ وجبها ونشطيك ونجيبها لك هاي هذه ثاني نعم واحد قال ساعات في التعليق يقول لك هذو ناس يكذبوا احنا يا باه نكذبوا يا جماعه ها هو الاخضر قدوه كي تجي للسوق تلقى الاخضر ما تلقاهاش الازرق تلقى الاخضر قدامكم تلقاها في السوق معناتها السيارات اللي راني نصور فيهم انايا يا جماعه الخير تلقاهم حنايا ماناش كيما تاع كاين بعض الناس طلع في واد كنيس طلع سياره ومن بعد كي تشقى ليه
البعيد يطفي عليك التليفون ولا ولا تلقاها سياره واحده اخرى ولا احنا رانا اللي نصوروها تلقاوها احنا اللي نصوروها في الاخر في الفيديو تلقاوها وشني كاين يا ودي كاين بعض التصاور قدم كاين بعض الفيديوهات قدم ما تحكيليش انا ما تجيبليش فيديو قال يا ودي 207 الكحله تاع اللي بعناها راه عادها شهرين تجي تقول لي راها وراها قال لك اعطيني النيميرو راني محتاجه النيميرو تاعنا يا جماعه الخير انا طالعينه في الفيسبوك في ربع نوامر تاعنا النوامر الشخصيه رانا طالعين هو نطلوا نطفوهم في الليل علاه قال لك كاين اللي عاد عزيج وكاين اللي ريح زيد زيد كاش ما واحد عنده استفسار ربي يحفظه ان شاء الله والسيارات اللي ما فيهاش البنتوره كروسه اللي ما فيهاش البنتوره راها مش كروسه السياره والبيع وشراء برضه يا جماعه الخير البيع وشراء ولا راه برضه حنا كي تجي لعندي ساعداتك السومه لا راك تشري ما ساعداتكش حبيبي اذا راك دير نديرها نيه تاع تحواس نيه تاع يا ودي روح تقضي صالحه وما وفقش ربي وخلاص واذا كنتم وكاين هذا 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 الهضره اللي راح نقولها لكم دروك اللي راح نقولها لكم شو تبعوا معايا هذو الربع كلمات اللي راح نقولهم يا جماعه الخير اللي راه شاقي لعدنا وجاي لعدنا هنايا لكن يحوس على كروسه تاع 100 مليون ب 40 مليون راه ما عندناش اللي يحوس على كروسه تاع 100 مليون ب 40 مليون راه ما عندناش حنا نعاونوا في الزواوله بالكاينه حنا نعاونوا في الزواوله باللي نقدروا عليها وكاين شي كرارس والله العظيم لا صبناها ولا نوضناها نجي نصورها ونخرج كاين شي كرارس نصوروهم نصورهم انا نحكي على نفسي انا نصورها ما على باليش حتى واش راه فيها معناتها كي تجي تشقى من هي عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد كاين نقطه نقولها لكم كاين نقطه الزاوجه راح نقولها لكم كي تجي لعندي بضياف ربي يا ودي ماذا بيك تجيب واحد يعرف الماتريال واذا كنت ما تعرفش نديك الطولي اللي يعجبك انت كاين عندنا هنا 40 طولي في وسيله نديك ال 40 طولي في وسيله اللي يعجبك قلب عدو باه انتيا كي تدي كروسه تديها عن قناعه وما تشروش كروسه مخلف البرك يا جماعه الخير تاع عجباتك كروسه بر برك الله يقنيك اذا كنت تعرف وشريتها الله يسهلك بصح قدوه ما ترجعش ليا وتقول لي يا ودي راني شريت على وجهك وشريت على برا اذا ما شريتش وما لقيتش الاخضر وما لقيتش قاده وما لقيتش المختار وما لقيتش يحيى وتشريها احنا رانا مش مسؤولين عليها الكروسه اللي نعودوا احنا حاضرين فيها احنا مسؤولين عليها وراها عندنا في البرك ايه معروفه كروسه معروفه ايه عندنا احنا كي نطلعوا كروسه في البارك قدوه تجيب لي فيديو واللي عود شاقي مثلا جاينا من ايه كاين هذاك نجيك ما تقلقوش يا جماعه الخير كي تشوف كروسه في الفيديو كي تشوف اي سياره في الفيديو هز الفيديو ذاك دير له كابتور وروح ليا قال لي ودي هذه الكروسه راني شفتها ب 40 مليون ما كاش كيفاه نقول لك انا 50 مليون معناتها لقيت كروسه ب 20 تلقاها ب 20 ما كاش سياره زيدوا بها كاين 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 ديكاراج واحد برك كاين واحد سوء تفاهم في واحد النقاط برك مثلا الصباح تجي انت لقيت الاخضر ولقيت كليو ساومته مثلا عطيت له فيها 20 مليون الصباح عطيت له 20 مليون ايام بعد مشيت انت رحت عند المختار والمختار ديجا كان ساومه واحد اخر كان واقف معاه واحد اخر وساوم فيه ولا عطاها له في التليفون ولا كذا مثلا عطاها 21 ماهوش سوء تفاهم ماهوش سوء تفاهم راه هذاك هو راه سوق هذا هو السوق قادر يساوموا الاخضر ويساوموا المختار فهمتني قادر الاخضر يخلي له مليون قادر المختار يخلي له 500 برك وهي البيعه وحده هما هي كي تعود تشري على الاخضر ولا عليا ولا على اي واحد مرحبا بك قال لك طاح كود عين وسام يا ودي التليفونات رانا مسكرينهم تعبوا الحرام تعبوا والله قد تعبوا ها والاخضر ها يعيطوا الاخضر مسكين ها دروك الاخضر هاني قاعد معاه داير معاه لايف العجب قال لك الاخضر رجل اعمال المستاج الاخضر قال لك المستاج فيك ماسك اف لا لا قال لك شعيرات بيض والمستاج كحل قال لك مسبوق مسبوق ماني حاجه بعيد مش درجه طيب البارشوك معاود المستاج معاود مش ضروري ترى عطونا قرعه قزوزه ترى وراها هم ولا حكوا قرعه قزوزه عطونا قرعه قزوزه سوابش كاين سوابش ها اخويا والو انا عادي الاخضر برك نريح معاه في الليل مع الليل
ريح مع الاخضر باش يحكي لي على زعما كاين واحد جاي واحد هكذا وين راني تهلا فيه ولا مثلا هاي لا لا هو داك اسمه كسمك لا اعطي الوجي شيني انا خويا راه ماني باطر ما نتعشى هذه كي تعطيها له ما هو ماكل والو الزاز هذه واش صافي الكروسه تاع 100 قدام بها 50 هاي يا جماعه الخير هذا كنطلع لكم فيديو عندكم ما تضحكوا تفرجوا يا جماعه انا يا كيعود طايح لي المورال انا نحكي على نفسي انا كيعود على نفسي نتفرج الفيديو تاعي نزهه ايوا هذه مليح عاطي الوجه هكذا افتح الله يفتح عليك ان شاء الله كاين ناس يقول لك الوعد الصادق كاين ناس يقول لك وعد الصادق لا كنحكوا على الوعد الصادق ونحكوا على ارواحنا هنا حنا يا جماعه الخير احنا نبيعوا ونشروا المباشر معناتها كروسه نبيعها لك تخلصني نديك البلديه نكتب لك وتربح في لما تجيب لي كروسه نشريها علي نخلصك تدي دراهمك وتروح لدارك وراه الوعد وراه صادق لكن لا صادق لا الوعد انا زواو لا احنا نشروا نخلصوك نبيعوا لك تخلصنا سهله مهله وراه ما كان حتى اشكال كيما هكذا تدخل يا تحيه الاخضر الاخضر حياك يا تذاك تفرجوا الفيديو حيا واحد اخرى كاع المناش تفرجوا ما يدخلوا لي تاع المناش القريب اسمع الاخضر يا ودي الاخضر قال لك الهربين الاخضر هربين كيف الهربين هذاك تاع 85 ولا 80 85 مليون كاين 5000 مشاهده كاين 5000 واحد راه معانا في الاخر ربي يحفظكم كاع كيما راكم مجمولين وسويتوا كاع ربي يحفظكم ان شاء الله يا الناس الطيبه وحنا والله قنيتنا نعاونوا في الناس زوين حنا نعاونوا في الناس ما نقدرش نقول لك انا واش درت انا ما نقدرش نقول لك يا ودي انا واش عاونت ولا واش درت قال لك دير كل حاجه خلوها في الستر كاين ناس والله قرنا سالوهم دراهم وكاين ناس رانا مسامحين مع ربي سبحانه وعلاه حسنا العون تاعه وقادرين يا جماعه الخير الاخضر قال لك راه طالق روح والماتريال يا جماعه علاه راه ناقص الماتريال كاين اللي جونا حنايا وما يلقاوش الماتريال علاه ما حبوش يبيعوا لنا الماتريال غالي ياسر نار شعله جهنمه كيما هي عندك قال لك اصبر شوف قال لك هذا عندك الحق جيب لنا الوقت اصبر شوف هذا اصبر هذا اصبر شوف قال لك هذا اصبر نحوس عليه قال لك عندك الحق جيب لنا الوقت على خاطر انا رحت ليه قلت له ودي لا تفرج عليا بسيب عليك حنا نبيع ونشرو وكاش واحد اصدق فيكم يعاند ناس يدير حانوت تاع كراريس حنا رانا فاتحين حانوت تاع كراريس هذا ما. واللي حاب يفتح حانوت كيما تاعنا تاع كراريس يفتحوا ويعاندنا ويدير لنا ثاني ونفرحوا له والله اي واحد يا جماعه الخير حاب يفتح بارك تاع كرارس كيما حالتنا ويخدم والله كنطلع له ونروح لعنده ثاني ونصور له وندير له ثاني ببليسيتي باطل هاي الحاجه اللي تخدم زوالي والله قال خدمت انا واحد الوقت كنت متمني نعود عندي كروس اول الحمد لله يا ربي راه عندنا الخروج ونفرحوا بالناس وكي يجونا ناس من طرف الدنيا والله غنفرحوا بهم ونحاولوا ننصحوا الناس انا لن قال لك مستاج مسبوق على النظافه اخذ معك من حق اخذ معنا يا تو الاخضر حيه واحد اخرى كاع هذا قادر بتسالي ربي ربي يحفظكم كاع تحيه الاخضر روح يا الاخضر راك رابح الشر يوم موتوك جيت بالموتوك هنا قال لك نقص الدخان الاخضر قال لكم قدوه ان شاء الله بربي ندير الحفايه والكوستيما اليوم رانا لقيناه سكر سيد لقيناه مسكر اليوم تاع الكوستيما كنا رايحين نشرو كوستيما وقدوه ان شاء الله قدوه العشيه نشرو كوستيما الكلاصي البيان كلاصي هذيك والقشط البيضاء والقشط البيضاء ونهار اللي حداه تلقاو السوق هبط ان شاء الله تلقاو السوق اللي عنده سيمبو تاع 300 يبيعها 150 ولا دخلنا الاستيراد رانا نبيعو حديد الماتريال تاعنا رانا ناكلو حديد والله ميزان ادعونا بالربح وراح ندير لكم ان شاء الله بربي واحد الطومبولا ندير لكم واحد الحكايه تاع يا ودي اللي يربح فيها يخلص اي كروسه نص تسوى 100 خلص 50 تسوى 50 خلص 50 راح ندير لكم واحد المسابقه باذن الله الرحمن الرحيم هذه تاكدوا منها راح نديروها لكم والمسابقه هذه كي نديروها لكم كروسه اي كروسه عندي في البرك اي كروسه عندي في البرك تسوى نص نخلي لك النص مهما كان هذه ان شاء الله ما تعوقها مزهر
والو طنبوله ولا غنديروها شفافيه على المباشر، نديروا لايف كيما هكذا ونديروا قرعه، واي سياره تعجبك ارواح خلص النص نعيطوا لك على المباشر، على المباشر مع خاوتنا وارواحهم مرحبا بكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. وحنا رانا ان شاء الله بربي نيتنا تاع خير برك والله خير. الناس قاعدين قال لك القشطة رحمة على بيك انه يشتروا لك قشطة ما تنساها الا باه يطيح لنا صوت. قلت لك ان شاء الله بربي. وحنا راه ما عندناش هذيك تاع ارواح البريفي وما عطاوناش، ما عطاوناش وارواح البريفي احنا ما عندنا. اشرب السوق شوف ما تيك ما داير واحد وال... ايه السوق جهنم السوق. روح للسوق قالي روح للسوق وروح للسوق تاعنا وتشوف قالي 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 جهنم. قال لك الطنبوله لا تجوز. ايوا خلوها تجوز في واحد اسيدي، خلوها في واحد تجوز فيه اسيدي، خلوها المخلوق كاش واحد يربح معانا اسيدي. احنا ما فيهاش تاع الاخرين شحال الكليو، شحال من الكليو كيلو متر زعما كيلو كيلو من سكي يقدر عدنا. ادخل للمقص كي تدخل لجوجل يعني مثلا لجوجل دير سوق سيارات اقل من 20 مليون هذه ديرها بالعربيه في الاخر. ومن بعد واش دير؟ دير الفوق تخرج لك صور ولا فيديوهات ولا خرائط، تدير خرائط قدير الخرائط تخرج لك الموقع تاعك. تلقى انا متكسلين عمكم الاخضر متكسل في الخريطه هذيك باش تلاقمو طوال مريقل. رانا كنا قبيل يا وما تستعملني الاب العالمين على بالك شيء. ربي يحفظكم ان شاء الله. قال لك الاخضر فور عليك باهينا بين الاخضر فور عليا منش فورا لا لا التحية الاخضر انا انا قلنا هو ما جينا. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يسهلكم ان شاء الله يا وجوه الخير. اراكم رابحين قاعدين وربي يحفظكم كي راكم مجمولين معانا هنا وقصره تاع خير. وان شاء الله اللي في قلبه حاجه ربي يقضيها له، اللي في قلبه حاجه ربي يقضيها له. وشنو يا جماعه الخير، انا والله راني نقرا في التعليقات بصح والله قنزها بالتعليقات تاعك بصح يا ودي، لدرجة أنك تقول لي أنا نكذب عليك مش حتى تلحق ثم معليش انتقدني. قال يا ودي سوقكم قالي إذا انتقدني إذا تعرفني، إذا تعرفني وجيت لعندي انتقدني. يا خويا أنا نبيع في الفراي، أنا قلت لكم يا جماعة الخير راني نبيع في الفراي راني مانيش نبيع في جديد. انتقدها اكتبها. قال يا ودي شقيت لعندهم وكذا بصح وشني لقيت الفراي عندهم وش ناحية الفراي. احنا سيارة عندنا كل يوم ناقص لهم وكل يوم يتقبروا، معناتها كي تجي تلقى كروسه مقبره تخسرها تقول عليها خرده وهي تمشي بيك ولا قال نورمال. ولا نبيعوها وندوها حنا لافاش. حنا ندوها لافاش، لا لا كي يشوفها مقبره يقول لك يقول لك يبيع في الفراي. يا جماعه الخير راكم جايين على اساس انك تجي البارك تاع فراي ماكش تشري بجديد. هكذا خاوتي الدوسونسيات تبعت. كيفاش حكايه نشري من عندكم بالتقسيط؟ التقسيط ذاك كمل الفيديو وتعاود تدخل حبايبي. ناس ادرار ربي يحفظكم ان شاء الله. لا نوز داي وربي يحفظك. عيط المولي هذيك حبايبي قال لك تهلا في ذاك شيبان. عندنا صبروا نقول لكم واحد الصبر. شوفوا نقول لكم واش راه كاين ماتريال باش من الماتريال اللي راح نجيبوا فيه. كاين واحد الماتريال راح نجيبوا فيه كاينه كليو كليو 2003 وقيله ولا 2004 ايسونس ان دو لا توت. وشن هي فيها شوي بريكول انا لسه رايحين نخدموها في البريكول تاعها ونجيبوها. كاينه نيسان سوني 2009 فيها كابو كابو نص كابو نص كابو وجناح لافو الاول وفيها باب ميكانيك وميكانيك فيها موتور ما شاء الله. هذو راح نجي فيهم باذن الله الرحمن الرحيم. هذو موافقين ثاني في السوم ما شاء الله. كاينه ايديز راهي برا ذاك قدوه ثاني تلقاوها في البارك بالك تلقاوها في البارك. ايديز 2008 اللي كنت نحكي عليها الجريسوري راك قدوه تلقاوها عندكم. وكي تيح السوق راها فايده ليكم ولينا. ماذا بي الكروسه اللي كنت نشري فيها ب 100 مليون عود نشري فيها ب 40 عود ندور ربعه بلف. كنت نشري وحده ب 100 عود نشري ربعه ب 100 ولا طاح السوق ناكلوه حديد باذن الله. والجماعه اللي راكم في الغربه اللي راكم لهيه راكم في فرنسا وفي الامريكان وفي على بالي عندكم السوق راها رخيصه عندكم وعندكم الحديد باطل ماشي كيما حنايا. حنا راه غالي عندنا السوق الله خارب. وان شاء الله بربي ان شاء الله بربي يطيح السوق ان شاء الله عمر ويطيح السوق. نقول لكم علاه يطيح السوق يا جماعه الخير. واحد الوقت اشفاو على واحد الوقت راه كانت
قالوا السيمبول، قالوا السيمبول شافوه، قالوا السوق راح يطيح، قالوا السوق راح يطيح، احبس السوق تبلوكا، فما بالك انه صح يطيح السوق، زعما يدخلون الاستيراد سيارات اقل من 3 سنوات، كانوا يقولوا فيها، كانوا يكتبوا فيها ويديروا اشارات، قال لك يا ودي سوق سيارات راح يطيح، راح يدخلوا سوق سيارات اقل من 3 سنوات، حبس السوق لمده 2 شهر. فما بالك يا جماعة يبدأوا في الاستيراد، يبدأوا في التصنيع تاع السيارات ويدخلوا، تدخل سامبور، تدخل لوغان، الإيديز، يدخلوا الماتريال، الماتريال والله غتولي ربع عمر. هذو درت لكم لايف على هذا الحديث برك، ربي يحفظكم إن شاء الله. والسيارة يا جماعة الخير، أي سيارة نطلع رقم تعاملها ما عندنا حتى علاقة بها. تحية ثان وتحية نسيبنا، نسيبنا تحية نسيبنا محمد نتاع الأغوار، ربي يحفظك إن شاء الله، مول الإيترونت ولا بعد تفكر خويا خويك، ربي يحفظك إن شاء الله، ونسيبك راه معايا. رحنا محمد لا لس رحنا لا يشوفوا يا حسرة الله يشوفوا مصغروا، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي ينوركم قاعدين تسمعوا الخبر اللي سعيد. أي السلام عليكم.